والمزيد ينضم إلينا هاتفيا من بغداد العميد يحيى رسول المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية. أهلا بك أستاذ يحيى أو سيادة العميد. مساء الخير عليكم وعلى مشاهدكم الكرام. يعني يا سيادة العميد، ما هي آخر تطورات العمليات العسكرية ضد فلول تنظيم داعش الإرهابي في العراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة العمليات نوعية استباقية مبنية على الجهد الاستخباراتي مستمرة بمتابعة وملاحقة ما تبقى من فلول إصابة داعش، حيث تم تنفيذ عملية نوعية من خلال أبطال جهاز الإرهاب ومدعومة بالقوات العراقية خلال الطيران الحربي. تمكنا من قتل حدود 14 إرهابي في مناطق جنوب كركوك، إضافة إلى ذلك تبقى يومين أيضا عملية نوعية من خلال التنسيق أيضا مع طيران الجيش وكذلك القوة الجوية وطيران التحالف الدولي، حيث تم تنفيذ عمليات نوعية في مناطق جنوب كركوك وشمال صلاح الدين في منطقة البعاد والحضر وأيضا التجميع. تمكنا خلالها من تدمير أكثر من 10 أنفاق وقتل عدد من الإرهابيين وإبداع المعدات. إضافة إلى ذلك ضمن قواطع العمليات نقاط عمليات جالة وكذلك الجزيرة وكذلك نينوى، هناك عمليات استباقية مستمرة في المناطق الصحراوية وكذلك في مناطق الثلاثة الجبلية. وكان آخر هذه العمليات حقيقة في منطقة وادي القدس ضمن قيادة عمليات الجزيرة، حيث تمكنت القطعات في الطيران من تدمير أشكرك شكرا جزيلا سيادة العميد يحيى رسول، شكرا جزيلا لك.